يعد كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أحد الخبرات التي لا يختلف عليها أحد في مجال الكرة المصرية، خاصة أن كردي سبق له تولي رئاسة النادي الأولمبي وعمل لسنوات في مجال الإدارة الرياضية. ونجح كردي مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة هاني أبو ريدة في تحقيق حلم الملايين من الجماهير المصرية بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018. محمد صلاح، محمد صلاح، وهوبا، الله 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 يا بلاد، الله الله يا بلاد، الله الله يا بلاد، الله. لينهي المنتخب غيابا طويلا دام 28 عاما عن المونديال. ويبقى كرم كردي احد ابرز المفكرين الذي يتحدث دائما بجراءة وبوضوح في العديد من القضايا الخاصة بالرياضة المصرية، وهو ما عبر عنه في كتاباته، وخاصة فيما يتعلق بالفوضى التي تضرب إدارة الرياضة في مصر، بجانب آرائه الجريئة في أزمات اللجنة الأولمبية والانتخابات. ويبحث كرم كردي دائما عن المنطق والحقيقة في محاولاته لتحقيق النجاحات في الكرة المصرية، بجانب توضيح الحقائق وإنهاء هذه الفوضى. مرحبا بحضراتكم مره تانية يا دكتور كرم، وانت معايا كده عايزين نطمن بقى على انديه اسكندريه. يعني انديه عريقه طبعا موجوده في اسكندريه، وحضرتك يعني فرصه وانت متواجد معانا كده، كنت قبل كده حضرتك متواجد كرئيس نادي الاولمبي، نعرف بس برضو اخبار نادي اسكندريه. انا على فكره لعبت في اتحاد اسكندريه يا دكتور. عارف كانت ايام حلوه الصراحه. طمنا عليها. هو طبعا يعني انديه اسكندريه هنقول ان هي في طفرات، وفي بعض مش هنقول تأخر، لكن بعض الحاجات اللي كان الواحد يتمنى انها تكون احسن من كده. بلا شك ان نادي سموحة يجي على قمة الطفرات اللي حصلت في اندية اسكندرية، بل بالعكس انا شايف ان اللي حصل في نادي سموحة ده ما حصلش في يعني اي نادي في الشرق الاوسط كله، سواء من مباني، سواء من قفزات رياضية في معظم الالعاب، وبقى عندهم ابطال كتير. وده يرجع طبعا لحقيقة للمهندس فرج عامر، لانه تعب، والراجل دلوقتي بقى له من 98 يعني بقى له 19 سنه، بلا شك ان هو انجز فيها وخلى بقى استقرار ساعدته برضه يا دكتور فندم، استقرار ساعده بشكل كبير. بص ما اقول لحضرتك، ما اللي قبليه كانوا قعدوا مده، لكن هو استغل النادي واستغل مساحه النادي، وكان عنده افكار. وبلا شك ان برضه رجل الاعمال لما بيمسك نادي، ونادي يكون عنده بعض الموارد، بيقدر ان هو يزود الموارد دي ويستثمرها صح، سواء في الرياضه او في الامور الاجتماعيه. مش لازم يبقى مارس الرياضه دكتور عشان تبقى مانجمنت او سبورتس مانجمنت او سبورت مانجمنت في حته اداره الرياضه. يعني هقول لحضرتك حاجه، في حاجات كتير مش لازم، يعني دلوقتي مثلا في المستشفيات، في دلوقتي بيجي مدير ما هوش طبيب. في بره في دول كتير مثلا وزير الداخليه ما هوش بوليس. فلا مش شرط طبعا ان انت عشان تمسك منصب رياضي او انك تدير الرياضه ان انت تكون مارست اللعبه، لكن لو انت مارست اللعبه وعندك كمان اداره، لا ده طبعا بلا دراسة. شك بلا شك انه تعليم. هيبقى يعني هي كوادر يا دكتور. انت محتاج كوادر متعلمه. مشكلتك في مصر الكوادر، خبرات. مشكلتك الكوادر، ومشكلتك ان الظروف اللي مرت في البلد في اخر 6-7 سنين دي، ونتمنى ان هي بقى ننساها ونخش الاستقرار، ان ابتدى يبقى في ناس كتير كوادر جيده تحجم عن ممارسه العمل العام. يمكن بقى يعني بقى في لخبطه في الكلام، بقى في يعني للاسف هجوم غير مبرر. ممكن نقول برضو ان الاعلام بقى ليه دور، ودور احيانا بيبقى دور ما هوش جيد، او بيبقى في ناس بيستغلوا بعض الاعلاميين في يعني احنا عندنا في اسكندريه دي ظاهره بوضوح للاسف.
وان كان ما بقاش ليها تاثير لان الناس بقت فاهمه. لكن احنا لما نرجع تاني لانديه اسكندريه هنقول طبعا ان شيء جميل ان استاذ محمد مصلح يرجع لرئاسه نادي الاتحاد الاسكندري وربنا يوفقه. شخصيه محترمه جدا. وباذن الله يطلع معاه مجلس كويس، يعني هو خدها بالتزكيه ومعاه اثنين تحت السن برضه بالتزكيه، شابين ممتازين ولاد عائلات محترمه، اعتقد ان هيبقى ليهم بصمه وليهم دور. عندنا نادي الاجياد يعني انتخاباته برضه قريبه جدا، في الرئيس الحالي الاستاذ سيد سمره، هو كان عامل طفره مع مجلسه في الاربع سنين اللي فاتوا، ونتمنى باذن الله ان هو يعني ربنا يولي من يصلح في النادي اجياد، ابتدى يبقى له دور رياضي كبير ومشترك في العديد من الجامعات العموميه. في نادي سبورتنج طبعا، نادي سبورتنج في يعني في المهندس محسن بطيشه نازل برضه، رجل اعمال ناجح عنده فكر استثماري جيد جدا. انا دايما حتى بقول مش عشان هو كان زميلي في الفصل او ان انا عاشرته كتير في حاجات كتير، لكن بقول ان محسن كان راح عمل شغل في السودان، فاللي اشتغل في السودان اعتقد في ظل الظروف الصعبه اللي هناك ممكن ينجح في اي مكان. في برضه الدكتور احمد ورده هو نازل برضه ضده في رئيس نادي سبورتنج، النادي سبورتنج بالنسبه لي برضه بيمثل يعني تاريخ معايا وبقعد فيه اغلب وقتي. فبرضه نتمنى ان الناس تروح الانتخابات والناس تنتخب الاصلح، لان اسكندريه عايزه طفره رياضيه. طبعا انت متوقع الطفره دي تبقى موجوده الفتره الجايه يا دكتور؟ اتمنى طبعا، خصوصا الاولمبي، يعني احنا بقالنا يمكن 10 سنين دلوقتي بعيد عن الدوري الممتاز، لكن انا شايف ان المهندس طارق السيد وباذن الله يبقى معاه مجموعه كويسه انه يقدر يحقق شيء كويس. ده نادي الاولمبي حضرتك بتتكلم طبعا ليه اكيد ذكريات مع حضرتك كتير. طبعا يعني انا قعدت 4 سنين ونص تقريبا رئيس النادي، لا كنت سعيد. ويمكن لما الاستاذ وحيد عماد وحيد قال ان هو يعني مش نازل، فانا رجعت ذاكرتي النادي الاولمبي، لان انا برضو حسيت ان انا ما اعتقدش ان انا هقدر اعمل احسن من اللي انا عملته، وبالتالي يبقى احسن انك تسيب فرصه لحد غيرك ممكن يكون عنده افكار احسن من الافكار بتاعتك. ايوه انا بحترم. وده على فكره الجامع ده اللي بنيه الاستاذ محمد مصلحي واخوه عمرو. الاستاذ عمرو طبعا شخصيه كمان جميله. صراحه هما الاثنين كانوا من الشخصيات الجميله اللي انا وقت ما كنت في اسكندريه في الوقت ده. وده الاستاذ ده اللي طوره القوات المسلحه، وكنت انا يعني كنت شرفت بمقابله المشير في 2006، ويعني اقتحمت عليه كده مكانه وطلبت منه انه يعيد لنا التطوير وترميم استاد النادي الاولمبي، وفعلا تم. هو يمكن تم بعد انا ما مشيت، لكن يعني الحمد لله ان انا شكله جميل جدا يعني بفتخر ان انا كنت السبب في اللي حصل ده. وده طبعا كابتن فاروق السيد ده كابتن انت ما اتفرجتش عليه، لكن ده احسن وينجرات شافته مصر بجد. لا نادي الاولمبي نادي كبير يا كابتن. لا كابتن فاروق السيد ده كان ظاهره. يعني انا كنت دايما اقول ايه، اقول انت عارف هو هيطلع منك منين وبيطلع منك برضه. بيطلع برضه، ما في لعيبه كده. فكابتن فاروق ده كان ظاهره يعني، وما خدش حقه على فكره. بس احنا طبعا موضوع الشكل الجميل ده، ان ممارسه الرياضه وحق المواطن في ممارسه الرياضه من خلال الانديه والمراكز الشباب، دي حاجه محترمه جدا. دي نشكر وزاره الشباب عليها. حق يعني وزاره الشباب من ايام المهندس حسن صقر، وكملت مع المهندس خالد عبد العزيز. لا حاجه كويسه وحاجه محترمه وشيء جميل. وبعدين اصل يعني انت شايف دلوقتي ان رئيس الدوله
او من هو على راس الدوله مهتم بالشباب جدا. والمؤتمرات لسه كنت عايز اخدك في جزئيه مؤتمر الشباب العالمي حاليا حاجه يعني. ولسه على فكره سياده الرئيس وعد بمؤتمر الشباب بالرياضيين الخاص بالرياضيين كمان هيبقى متواجد ان شاء الله لسه مستنيين طبعا هيكون هو طبعا اصل الرياضيين بس يعني نتمنى ان يختاروا من هم قدوه. يعني يختاروا ال 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 الرياضي اللي الناس عاوزه يعني تحتذي بيه. يعني احنا عندنا دلوقتي محمد صلاح، محمد صلاح يعني سيبك ان هو يعني اسعد جميع المصريين، لكن حقيقة. اخلاقياته وتصرفاته يعني انا كنت في روما في ديسمبر اللي فات كان معايا اسرتي فطلبت منه ان احنا نروح نتفرج على ماتش فبعت لنا عربيه العربيه دي اللي بيسوقها راجل طلياني سواق بتاع النادي وجاء مره تانية وصلنا نفس السواق ده فابتدينا نتكلم معاه فقال لك صلاح از ديفرنت باللفظ كده صلاح مختلف قال لك ده اللعيب الوحيد اللي انا شفته هو الراجل ده بيقول لك انا في النادي شاب بقالي 18 سنه ده اللعيب الوحيد اللي من النادي للبيت واللي من البيت للنادي رحنا نتعشى في مطعم فهو دخل كده لابس حاجه على راسه علشان يعني ما الناس اول ما قلع المطعم اتقلب وهو فخر سعيد جدا انا سعيد صراحه وانا بسمع الكلام ده طبعا انا يوم السبت اللي فات كنت بتفرج في اسوان على ماتش ليفربول وستهام كنا في فرح هناك فعاملين مكان كده في الفندق فرحت لقيت نفسي لوحدي قاعد بتفرج الجون الاولاني لما جه قعدت اسقف كانك انت وسط الجمهور لان فعلا يعني ده قدوه كابتن رشوان جودو قدوه صحيح ولو دورت هتلاقي ناس كتير في جميع الالعاب ممكن ان انت يعني تبقى امثله يحتذى بيها فريده عثمان الى ابطالنا في الاسكواش اللي هم عمالين يجيبوا ميداليات وعمالين ياخدوا بطولات كل دي حاجات يعني أنا شايف طبعًا إن اهتمام سيادة الرئيس بالشباب وإن يبقى ابتدى يبقى فيه قدوة ليهم لكن إحنا بقى نتمنى إن الشباب ده يجد من يدرس له علشان يبقى يطلع منهم كوادر. صحيح. يعني عايزين بقى نشوف الشباب بقى يبتدوا يمسكوا. الشباب يبتدوا يبقى موجودين في المناصب. فلأنه واضح إن العواجيز مش هيساعدوا سيادة الرئيس. فيعني انا اتمنى ان الشباب يساعدوك انت شباب يا دكتور لا شباب ايه خلاص بقى انا سعيد يعني طبعا بكلام حضرتك بالاخص على الشباب والفتره اللي جايه انت بتنادي بهذه الجزئيه طبعا الشباب يبقوا ماسكين يمكن دايما في شركات اللي بقى عشان بس برضو الحته دي مهمه جدا خبرات طبعا مهمه جدا ان احنا بناخد من الناس الكبيره نحاول نفهم ولكن في الشركات الكبيره او المالتي ناشونال باستمرار يا دكتور هتلاقي اكبر واحد ماسك كمدير هو شاب في 30 في 35 يعني في الحدود دي صدقني بتبقى طاقه كبيره جدا بس انا هقول لك حاجه اتفضل احنا برضو لازم نقول لينا واللي علينا هو ليه ممكن يجيب واحد في السن ده وما يقلقش عارف ليه؟ ليه؟ في سيستم بالظبط لان هي مؤسسه احنا ما زلنا ليست دوله مؤسسات ما زلنا دوله افراد فاحنا يعني مع التحويل ده لا ساعتها حضرتك هتلاقي ان كابتن محمد فاروق بقى وزير الشباب والرياضه كابتن المهندس فلان مثلا دفعتك بقى وزير الصناعه وعلى فكره مستوى السن عندنا اعتقد انه ابتدى يقل يعني ما بقاش زي ايام الرئيس السابق لكن مع الوقت اعتقد ان احنا لا باللي احنا شايفينه اعتقد الامور هتتحسن كتير طيب انا عايز بقى اروح للكوره منتخبنا وحضرتك كرئيس للبعثة ان شاء الله كده وترجعوا بالسلامة كده واحنا ناهين الجولة الأخيرة واحنا برضو في شكل كويس دي أحسن حاجة دي جميل أنت رايح يا دكتور حاجة. إيه بقى بص ما عندكش بقى أعصابك مش لا بس مش توتر ومفيش أي حاجة بس أنت رايح برضو يعني أنت رايح مش عاوز تضيع البهجة والفرحة صح يعني أنا عجبني جدا مستر كوبر إن هو بيتكلم إنها مباراة مش هيفرط فيها وإن هي مباراة هامة وان لا تقل اهميه عن باقي المباريات اللي قبل كده انت وصلت لكن انت محتاج التصنيف
محتاج ثقة اللاعبين، محتاج انك تجرب لعيبة جديدة وتشوفها ايه اللي هتعمل فيها. برضو بناء على المباراة ده، المباراة دي اكيد الدول اللي هتلعب معاك بعد القرعة هتفكر يعني. لا انا شايف انها هامه جدا. طيب يعني انا هتكلم حضرتك طبعا بخصوص المنتخب وبعد كده الاستعدادات هتبقى عامله ازاي. هي بس يعني من يومين او احنا اول امبارح كنا في صوره جبناها بخصوص شاب عمل حادثه، ويعني طبعا تم بتر رجليه، يعني طبعا الامور يعني كانت صعبه عنده شويه، لكن الحاجه اللي بتفرحه هو النادي الاهلي، فيمكن زوجته طبعا كانت بتحاول تساعده ونزلت صورته وقالت انا نفسي بس يقابل لعيبه النادي الاهلي لان دي طبعا هتفرق معاه في نفسيته. هو فعلا اداره النادي الاهلي وكابتن سعد حفيظ كمان كمدير للكوره اتصلوا بيه وكان موجود في التمرين. امامنا صور هو الاسم صالح سيد وزوجته استاذه مي، هم كانوا متواجدين في النادي الاهلي. يا رب نفرح دايما دايما، النادي الاهلي بيفرح سواء بقى اللاعبين او الفريق الكوره بشكل عام، والنادي الاهلي ككيان بيفرح دايما جماهيره بالشكل ده. طبعا في ادوار اخرى غير الرياضه يا دكتور لازم الانديه تقوم بيها في حالات زي كده، يعني سواء بقى حالات ممكن تكون سبيشال نيدز او حالات خاصه بالنسبه للناس، بس وجودهم في المجتمع ده او المجتمع الرياضي مع اللاعبين بيخليهم نفسيتهم بتختلف تماما. فالنادي يعني الاهلي احنا كاتحاد كوره بنشكر طبعا كابتن سالح حفيظ واداره النادي الاهلي، يعني احنا كاتحاد كوره في الفتره الاخيره دي عملنا طبعا يعني مش هنقول برنامج، لكن عملنا حاجه كويسه لعدد كبير جدا من اللاعبين القدامى. في نفس الوقت ان احنا داخل المباراه اللي فات جزء منه والمباراه اللي قبليها تم التبرع بيها لمستشفيات حكومية. ده برضو دورنا المجتمعي ان احنا نعمله، رغم ان احنا طبعا علينا يعني ايه علينا عبء كبير من اندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، لان فعلا مشكلة النوادي هي المشاكل المالية، وخصوصا ان كل حاجة زادت، الملاعب ما هيش مكفية، الانتقالات غليت، الكلام ده كله. لكن احنا بنحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نساعد في الكلام. الادوار القادمه بالنسبه بقى لحضراتكم في هذه الجزئيه يا دكتور، الاعمال الخيريه بعد وصولنا كاس العالم ده تقدروا تستفادوا منها بشكل كبير، وهو دعاء برضه ان شاء الله في كاس العالم نرجع يمكن نكسب كاس العالم. يا رب يا رب. طيب بتشوف بقى المرحله الجايه ان شاء الله بعد مباراه غانا، او نتكلم على مباراه غانا يا دكتور، يعني الترتيبات حضرتك بكره ان شاء الله السفر ترتيبات عامله ازاي بالنسبه لسفريه المنتخب ان شاء الله؟ لا انت عارف احنا يعني وجود مهندس ايهاب الهيطه حقيقي مخلينا احنا كمجلس مرتاحين جدا في التنظيم. شخصيه محترمه قوي قوي. مهندس ايهاب محترم جدا، منظم جدا، يعلم جيدا ما عليه قبل ان يعلم ما له. ف ايهاب ما بتفوتوش حاجه، واذا فاتته بنبقى احنا السبب فيها. ان احنا مثلا ما اتفقناش على حاجه بتاع، لكن هو انا كنت بتكلم معاه النهارده وبكره الطياره طالعه الساعه 1:30 طالعين على غانا مباشره، هننزل هيكون في باص هياخدنا الى كيب ويست الى المدينه اللي هي المدينه كيب ويست اعتقد اسمها، على بعد اعتقد بيقولوا ساعتين الا ربع بيقولوا. أنا عارف إن الطرق هناك مش جيدة، أنا ما رحتش غانا قبل كده. هنلعب مباراة يوم الأحد، هنرجع تاني على أكرا، وهناخد الطيارة على السعودية، وهيبقى في عمرة يوم الاثنين، ونرجع مصر بإذن الله. في عمرة كمان إن شاء الله، يعني أنتوا هتطلعوا على الأراضي المقدسة إن شاء الله يا دكتور من غانا على طول. من غانا على طول. أنتوا رايحين طيارة خاصة يا دكتور؟ طيارة خاصة تبع طيران النيل اللي هو إحدى الرعاة بتوع اتحاد الكرة، وهم صراحة يعني فرصة ان الواحد يشكرهم. الناس معانا اكثر من رائعين، هي بتفرق كتير اكثر من رائعين. يعني انا سافرت معاهم مرتين دلوقتي او ثلاثة، لا حقيقي هايلين، والخدمة فوق الطيارة برضو هايلة جدا جدا جدا، ومريحنا قوي. طيب خلينا بقى، انا عارف حضرتك ما بتحبش تتكلم في الفنيات، ولكن يعني لا برضه ما ينفعش يا دكتور، حضرتك اعضاء مجلس الاداره ما برضه بيجتمعوا، لا في حاجه ممكن لو ما عجبتهمش اكيد بيتكلموا مع المدير الفني، وهو من خلاله كفني يقدر يترجمها لحضرتكم او يوضحها لحضرتكم. يعني برضه الناس
قلقانه من خلال خلاص احنا وصلنا كاس عالم، يعني نسيب بقى الماتش الجاي والكلام فيه ده، ان احنا ان شاء الله بامر الله هنعمل نتيجه كويسه ونرجع بامر الله. زي ما انت قلت حضرتك كده، احنا عايزين ما نضيعش البهجه اللي بوصلنا كاس عالم، ولكن الناس منتظره بقى ان شاء الله شكل مختلف لمنتخبنا الوطني في كاس العالم. شكل مختلف وتكسب ولا شكل مختلف وتخسر؟ لا احنا عايزين بقى نعدي المرحله بتاعه 90 ونعدي الادوار الاولى. ما هو بشكل مختلف أنا عشان بس نبقى صادقين. انا اعتقد ان يعني او ده وجهه نظري انا، هو انا مش خبير كروي قوي لكن يعني بفهم فيها شويه. مستر كوبر بيلعب الماتش بحجمه. الماتش ده نازل محمد فاروق ونازل فلان وفلان، يبقى احنا هنلعب بالطريقه الفلانيه. الفرقه دي بتهاجم، يبقى احنا لازم هنبتدي مثلا ندافع. يعني كل ماتش وليه طريقته. فانت هو من المؤكد ان هو مستني القرعه وهيدرس الثلاث فرق اللي هيلعبوا معاك، وممكن قوي حتى دراسه الفرق دي تحدد عدد لاعب او اثنين يا اما يدخلوا يا اما يطلعوا من المنتخب. وكل ماتش اكيد هيحط له خطته اللي هو شايف ان هو ممكن يطلع بيها سواء فايز او متعادل. فلا انا عندي ثقه كبيره فيه، انا شايف ان هو راجل فعلا محترف. انا يمكن يعني عشرت اللعيبه في المباراتين بتوع اوغندا، لان كنت رئيس البعثة في اوغندا وبعدين رجعت قعدت معاهم في برج العرب. لا اللعيبه بتحبه جدا، هو بيحب اللعيبه، اللعيبه بتسمع كلامه. المجموعه اللي موجوده حاليا على فكره مجموعه هايله، يعني كلهم بيحبوا بعض. فلا انا شايف ان مستر كوبر حاليا هو الاكفأ ان هو يكمل. سيبك من الكلام بقى كله اللي يقول لك لا بص احنا مش هنمشي ورا الفيسبوك والكلام ده كله، لا احنا واقعيين. لكن من المؤكد ان هو بيدافع عن اسمه طبعا، وهو اسم كبير مش اسم صغير. صحيح. فلا انا متوقع ان هو باذن الله باذن الله مع اللعيبه بتوعنا، وربنا يحمي صلاح طبعا، ربنا طبعا يحميه بالك ان احنا ممكن نوصل لدور 16 ويمكن اكتر. ده تبقى حاجه جميله يا دكتور. طبعا شفت انا بقول لك اعملوا خير شويه الفتره الجايه. ممكن ناخد كاس العالم. مفيش معنى نعمل خير والله لو انت ضامن الحكايه دي. الشارتي ده مهم جدا. طب دكتور خليني اكلمك بمنتهى الامانه، احنا في بعض الامور الناقصه في منتخبنا في مراكز معينه. هو بيفكر فيها ازاي؟ يعني هو يعني الراجل يحاول على قد ما بيقدر، يعني ضم واحد زي عمرو مرعي من فريق النجم الساحلي وكان لاعب في الدوري المصري. ناحيه شمال عبد الشافي بيحاول من خلال طبعا تواجد كريم حافظ. يعني الدوري المصري الى حد ما في بعض اللاعبين اللي ممكن فعلا ينضموا، لكن هو حتى الان ما ضمهمش. يعني وانا سالي هو انت اكثر مشاكل عندك في ثلاث مراكز، راس الحربه والبصير او صانع الالعاب والباك الشمال. هو برضو دي القماشه اللي عنده. يعني هل حضرتك مثلا بتتابع المباريات؟ طبعا طبعا. هل حضرتك شايف في الدوري المصري او في من المحترفين المصريين اللي خارج حد احسن من اللي هو ضمهم؟ ممكن بقى ايه يعني انا شايف لا. فيبقى هو انا هنا بقى على طريقه توظيفهم معايا. لكن هو ما فيش مدرب عاوز يخسر يا كابتن محمد. طبعا لا 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 ما فيش شك. مفيش مدرب عاوز يخسر. وبعدين يعني الراجل اللي وصل لمرحله هو محتاج نزود اسمه اكتر كمان. بالظبط كده. فلا يعني فهو الراجل عمرو مرعي بقى هيكمل. في حسام حسن بتاع نادي سموح. حسام حسن. يعني انا شفته في التدريبات كان هايل. في الشناوي لازم يعني انا كنت سعيد كمان بضم عواد. انا وعواد انا سعيد كويس جدا. يعني هم لازم يستفيدوا بوجود الحضري عشان يرفعوا مستواهم. الباك الشمال بقى ما هو انت في عندك محمد حمدي يا دكتور بتاع اللاعب المصري. لاعب النادي الاهلي. هو لاعب النادي الاهلي لاعب كويس مميز. ما بقولش لا. لكن برضه يتهيألي في فرق بينه وبين عبد الشافي كبير. انا ما بتكلمش عن عبد الشافي، انا بتكلم كوجوده مع المنتخب وتجربه. ممكن جدا يا انا ما افتكرش ان انا هشوف لعيب كويس مش هاخده. مش متخيل ان في مدرب او مدير فني
يشوف لعيب كويس وما ياخدوش. يعني هو دلوقتي ما هو رجع شيكابالا، هو رجع شيكابالا ليه؟ الراجل كان متابع، معناه انه بيتابع اللعيبه بتاعتك كلها سواء داخليا او خارجيا. هو الكلام كله ان هو شيكابالا دخل عشان احترف، يعني هو الراجل بيعتمد على المحترفين مش اكتر، ان هو كان احترف. ليه عبد الله السعيد محترف؟ لا هو عدد محترف. المحترفين هو علي جبر محترف، رامي ربيعه محترف، سعد سمير محترف، طارق حامد محترف، يعني مش لا صالح جمعه محترف، لا طيب اعد لك كمان ولا لا لا ما هم اللعيبه دي ما فيش خلاف عليهم. رامي محترف، عصام الحضري لغايه شهرين كان محترف، فيش لا. انت لما تبص في الملعب على فكره بتلاقيهم ايه 6 5 7 4 4 7 سواء محترفين خارجيا او ومحليين يعني. طيب خليني اكلمك بقى ان شاء الله كده الترتيبات دكتور بالنسبه لمنتخبنا، ايه يعني هل في فرق طلبت او فرق كبيره طلبت انها تلعب منتخبنا؟ لا هو كل اللي وصل لنا دلوقتي وده اللي انا عرفته يعني من المهندس ايهاب انه بروكر زي ما بيتكلموا يعني ناس منظمين مباريات، ولكن انت ما تقدرش تنقي غير لما تشوف برضو انت هتلعب مع مين. يعني هل انت مثلا هتلعب مع فرقه من اسيا؟ هتدور على فرق من اسيا علشان تبقى نفس المدرسه. هتلعب مع امريكا اللاتينيه نفس الحكايه. اوروبا اكيد طبعا هتبقى في فرقه او اتنين من اوروبا، لان دول عددهم اظن 13 ولا 17، فهي هتتوقف على كده. لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه منتظمه، هو السفر عشان تحضر القرعه، وبعدين احنا هنحضر القرعه كمجلس اداره، و ان شاء الله دي 1/12 يا دكتور مفروض 1/12 ان شاء الله السفر يوم 29. احنا بعد ما تخلص القرعه مستر كوبر ومحمود كابتن محمود فايز ومهندس قبل هيطه هيستنوا في الاتحاد السوفيتي او في روسيا، اسف في روسيا كان زمان ده كان زمان ويبتدوا يختاروا الكامب اللي انت هتقعد فيه. لان تعرف حضرتك المره دي مشكله في كاس العالم ان المجموعه مش في مدينه واحده. ان انت الثلاث مباريات بتوع المجموعه تلعبهم في ثلاث مدن، واذا ربنا وفقك وطلعت الدور 16 تلعب في مدينه رابعه. فانت اكيد هيبقى لك مكان تمركز وبتنطلق منه. فهم هيقعدوا بقى يشوفوا ايه المكان، ودي مشكله على فكره. فاتمنى برضو ان احنا نوفق في ان احنا نلاقي مكان كويس علشان المنتخب يعسكر فيه. يعني زي ما برضو احنا قلنا ان احنا هنروح بدري، بس انت رايح في رمضان، انت هتروح في رمضان هو المفروض فهي طبعا برضو دي عايزه نظام غذائي يكون يعني متوافق مع اللي انت داخل عليه. وفي نفس الوقت احنا اللعيبه عندنا انا متاكد ان هم ان لم يكن كلهم فاكثرهم هيكونوا مصممين على الصيام. ده حقيقي ده بيحصل، ولكن ما اعرفش هو في رخص بس ما يعني يعني اعتقد ان في لعيبه متمسكه بهذه الجزئيه بشكل كبير. طيب يعني في مشكله او كلام كتير على قميص الفريق يا دكتور، بالنسبه لقميص الفريق ان شاء الله يكون في روسيا. بعض الناس اعترضت عليه كده وان هو ما فيهوش الروح الخاصه بمنتخبنا الوطني او الروح زي ما نقول الفرعونيه المصريه، وانت رايح بعد فتره طويله الشكل المفروض يبقى يوضح روح شخصيه المنتخب المصري من خلال البلد اللي احنا بنزورها. يعني تقالي هي دي كان لابد ان يتم فيها الاتفاق مع شركه اديداس. لكن انا ما اعرفش هي فاتت يعني او ان هم ممكن يكونوا هم النظام بتاعهم في كاس العالم ده، هي دي السي اللي هيبقى هم عاملين الديزاين بتاعه. بس هو خلي بالك ما هو برضو ده زي المدير الفني، هو من شهر 4 تم تسليم الديزاين الخاص بالمنتخب في روسيا، يعني سواء بقى وصل ما اعرفش انا ما كنتش المهندس قبل هيطه يعني كان كلامه او تصريحاته بخصوص الموضوع ده ما اعرفش برضو يعني ما كنتش انا اعتقد كان المهندس ايهاب وكابتن حازم كانوا هم المسؤولين على الحكايه دي. فايه اللي تم انا مش ما كنتش متابع. طيب خليني بقى اخدك بقى بعيد بقى عن المنتخب ان شاء الله كده بالتوفيق. لا اروح بقى للاهلي. اخر ماتش انت شفته ازاي يا دكتور؟
ده مهم جدا خصوصا حضرتك متابع جيد يعني. اخر ماتش احنا خسرنا في برج العرب. من وجهه نظرك؟ اه طبعا احنا خسرنا في برج العرب، كان في عدم توفيق، وزي ما بيقولوا بلغه الكوره ما كانتش عايزه. هي ما كانتش عايزه تدخل. الوداد فرقه كويسه برضه، ما تقدرش تقلل من قيمتها. المدير الفني بتاعها مدير فاهم هو بيعمل ايه. الجون اللي دخل فيك هنا في مصر طبعا كان غلطه. فرق كتير. وعلى فكره يعني انت لو تشوف الجونين هم كوبي بيست، هم ده 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 اخطاء الاهلي واحيانا اخطاء المنتخب. شوفها متشابهه يا دكتور. طبعا. يعني هي الاوفر حتى ماتش الكونغو الاخير كانت تقريبا نفس الشكل برضه من ناحيه اليمين يعني. كروس المفروض بس تاني خدها برجله تقالي. فلا انا كنت حزين جدا. لكن انت ما شفتش حاجه في التحكيم يا دكتور بالنسبه لهذه المباراه؟ هو طبعا الحكم خصوصا في اسكندريه وبعد كده في الحكم المارك. ممكن تقول انه معلم. حزم الماتش كويس. خوف لعيبه الاهلي. يعني انت لو تبص للجون اللي جه، اللعيب لما اكل عمرو السوليه، اعتقد عمرو السوليه صح، الناس يقول لك سوى لا هو عمرو خايف. ما هو الحكم بيصفر اي حاجه ضدك. فهو عمل لك رعب، فخفت انك تعمل معاه يعني تدخل جامد، بنالتي على طول. صح. فهو الحكم يعني بس ما فيش حاجه يعني، انت ما جبتش جون وما حسبهولكش. ما دخلش فيك جون مش جون وحسبه. يعني برضو خلينا برضو ايه يعني. هو كان فج قوي في الثلاث دقايق في الوقت بدل الضايع طبعا. يعني ده احنا واحنا قاعدين قلنا ايه ده، لو يعني فاجر هيدي 5-6 لان المفروض يدي 8-9 لكن يدي 3. يعني اكيد كان نجاح الاهلي في حرازه دي البطوله يا دكتور كان هيبقى امتداد ونجاح لاتحاد الكوره في ظل وصول كاس عالم النادي الاهلي وصل ايضا كاس عالم. الناس نفسها تتبسط. صحيح. الناس مش هتتبسط. الناس كانت في غايه السعاده لما وصلنا كاس عالم خلال منتخبنا. النادي الاهلي ايضا انت عارف ان هو من احد العوامل السعاده في الشعب المصري. هو خلي بال حضرتك الاهلي لما بيبقى كويس المنتخب بيبقى كويس. صحيح. صحيح يا دكتور. انا معاك. يعني انت تتفرج تعالى في المنتخب. يعني عصام الحضري اصله اهلي. شريف اهلي. احمد فتحي اهلي. سيبك ان انتوا بتجيبوهم من الاسماعيلي. واخد بالك؟ سعد سمير اهلي. ليه؟ كلهم اهلي برضه. واخد بالك؟ رامي ربيع اهلي. هو بركات كان رامي ربيع اهلي، وعلى فكره رامي ربيع ده من اللعيبه اللي لعيبه مميز بعشقها. يعني رجوله واخلاق ويعني حاجه حاجه جميله. لا بقول لك هي مجموعه حلوه طيب. ولعيبه الاهلي بيبقى لها شكل. حقيقي. حقيقي يا دكتور هو طبعا وجود الاهلي والزمالك في احسن حالاتهم هتزعل مني الزملكاويه لا ما انا بقول يعني. بص انا بقول ايه وجود الاهلي والزمالك في احسن حالاتهم خلي فيه منتخب قوي بالاضافه طبعا للمحترفين بتوعنا طبعا محمد صلاح ربنا يحميه. طب يعني انا ما كنتش على اتحاد الكوره يا دكتور، اتحاد الكوره لان احنا وقتنا بينتهي. اتحاد الكوره ويعني طبعا يحسب ليكم ان انتوا وصلتوا لكاس عالم ودي حاجه تحتسب في عهدكم يعني، لكن الخطة الخاصة باتحاد الكورة تطوير الكورة في مصر منه نظام الاحتراف وتطبيقه. تشوفوا ازاي بقى الفترة الجاية ده؟ هو نظام الاحتراف منقوص عندنا للأسف. وفي حاجات ممكن تمشي بره ما تمشيش عندنا. ويمكن أنا دايما أقول إن الفيفا ولوائح الاتحاد بتأكل الأندية للعيبة وللمدربين. ولابد ان يبقى في نظام للبيع والشراء في مصر، لان برضو انا رايي ان الاسعار مغاله فيها في اللاعبين المصريين بالنسبه لمستوى المعيشه اللي موجود في مصر. لكن الانديه بتتسابق وده سوق. ما تقدرش تقول حاجه. مش ممكن اتحاد الكوره يحدد حد اقصى الاسعار يا دكتور. صعب. يعني انا اتكلمت مع الكابتن مجدي عبد الغني. فالكابتن مجدي لقيته بيساير يعني. وراجل بقى رئيس رابطه المحترفين بقى. لا يعني ايه في احتراف وفي مش عارف ايه ومن حق اللعيبه ومن حق هو بيدافع عن اللعيب. فدي اعتقد هتبقى صعبه. لكن هي لازم يبقى فيه يعني جنتلمان اجريمنت ما بين رؤساء الانديه ومجالس ادارتها على ان يبقى فيه سقف
ليه؟ ممكن تلاقي لاعب لاعب يعني متفوق اكيد يستاهل صح، لكن انا شايف هي بورصه هي مفتوحه. انا شايف ان لا، ان في الارقام مبالغ فيها. رابطه المحترفين المفروض ان هي رابطه الانديه رابطه الانديه المحترفين ان هي هتتعمل قريب، ربنا يوفقهم طبعا، لان دي شيله برضه. هتشوف نجاح يا دكتور في ظل الوقت الحالي؟ مش بسهوله. مش بسهوله. طيب مش بسهوله يعني، نتمنى ان هي طبعا الامور تمشي بالشكل اللي احنا عايزينه، زي رابطه الانديه المحترفه في انجلترا مثلا، توصل لهذه المرحله. لكن طبعا يعني نتمنى توافق ما بين الانديه بس والاهداف الخاصه يعني مثلا من الحاجات المحترمه بالأندية. مثلا في انجلترا ان الثلاث فرق اللي بيهبطوا بياخدوا اعتقد 100 مليون باوند على ثلاث سنين عشان يبتدوا يبقى يرجعوا تاني للدوري الممتاز. يعني كل حاجه احنا اللي بيطلعوا دوره الترقي حتى نفتكرهم ما نفتكرهمش. صح. فلا احنا محتاجين، بس هو احنا يمكن احنا كمجلس السنه اللي فاتت كان حظنا يعني قليل شويه، ان المشاكل كانت كتير، القضايا كانت كتير. دخلنا بقى كان في بطوله شباب، وبعدين كاس امم افريقيا، وتصفيات كاس العالم. كل ده خلاك خرجت شويه عن دورك في الاهتمام بتطوير اللعبه نفسها وتطوير حتى العمل الاداري داخل الاتحاد. اتمنى ان السنه دي ان يبقى فيه ملفات واضحه، وان الناس تنجز في هذا في هذه الامور. طيب السؤال الاخير، وهو منظومه يعني من ضمن منظومه كره القدم، هو المدربين. بعض الناس يعني حاله الاستقرار الفني دايما يا دكتور هي اللي بتدي للفرق قوه. مدربين بنشوف المدربين بتطلع من فريق بتروح لفريق، بتطلع من فريق بتروح لفريق. في بعض البلدان بتحدد ناديين فقط للمدرب في حاله ان هو مثلا من خلال الموسم ان هو يروح ناديين فقط، اكتر من كده ما ينفعش. متاكد من المعلومه دي؟ في بعض البلدان. انا سالت لكن ما خدتش اجابه واضحه، لكن كان الكابتن حازم امام كان بيتكلم معانا في حاجه زي كده، يمكن ملامحها ما اتضحتش بعد، لكن كنا بنتكلم ازاي ان احنا نحافظ النادي على حقوقه ونحافظ المدرب على حقوقه، وازاي موضوع الروتيشن ده ما يبقاش عامل زي الكراسي الموسيقيه. يعني ده فلان وفلاني طلع من مخصه راح انبي، طلع من انبي راح الاتحاد، يعني كلام مش مظبوط وفعلا بيخلق يعني عدم استقرار. صحيح عدم استقرار. فاتمنى ان احنا نقدر نوصل لحل فيها كويس، والحل برضو فيه اسعار اللاعبين علشان المنظومه تنتظم والانديه ما تبقاش. سؤال اخير بقى دكتور، كافشاوي غريب مدرب المنتخب الاولمبي خلاص ولا لسه؟ حضرتك احنا لسه ما ناقشناهاش بشكل رسمي على الترابيزه، لكن انت هنا لو تبص للسيفيهات الموجوده، فانا اعتقد ان الكابتن شاوي هيكون يعني واحد من المرشحين بقوه اذا هو رغب كده. ما ممكن يكون مش عايز. يعني انت هتيجي هتلاقي هم ثلاثه اربعه اللي ممكن ينطبق عليهم المواصفات. من المؤكد ان لو كابتن شاوي ابدى رغبته اكيد هيبقى هو واحد منهم. يعني كابتن شاوي جميل طبعا. اشكرك يا دكتور، انت امبارح يعني ما شو يعني المفروض انا ما شفتكش في الحفله. انت ما شفتنيش، بس كويس ان انت ما جيتش. انت ما شفتنيش لان انا موبايلي اتسرق في الحفله، فانت كويس ان انت ما جيتش. ده خبر برضه دكتور. المنظمين حتى ما سالوش ولا حتى حد قال لك انت فين، مع ان المفروض ان هم كانوا عاملين نظام وجايبين بودي جاردات كل واحد 6 في 9 كده. اتسرقت يا دكتور. اتسرقت. معلش نعوضك يا دكتور، نعوضك. نورتني وشرفتني يا دكتور، استمتعت بحضرتك، يعني اتكلمنا في كل حاجه تقريبا. عاوز نقعد للصبح نقعد. لا ده انا سعيد بيك والله. نقعد يا دكتور والله. لكن طبعا احنا بعدين ان شاء الله يكون المهندس عبد الخالق استاذ ابراهيم المنيسي، يعني لو هيكونوا موجودين في برنامج امال الكتابه في وقتهم دلوقتي. انا بشكرك. ده انا بشكر حضرتك وبشكر قناه النادي الاهلي
ودايما يعني نلتقي على خير باذن الله. سعيد بيك يا دكتور، كنت سعيد جدا بوجود دكتور كرم كوردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره النهارده معانا، وكلام كتير اتكلمنا عن الرياضه المصريه، ويمكن حاله من حالات الفوضى دكتور كرم كوردي اتكلم عليها سواء معانا او في مقالاته اللي بيكتبها دايما باستمرار، بنستمتع بيها ان شاء الله. نتمنى طبعا الرياضه المصريه تبقى في احسن حاله بعد وصولنا طبعا لكاس العالم، وحاله الفرحه اللي موجوده لدى الشعب المصري يمكن الدكتور كرم قال لك من عند ربنا، فبالتالي كل التوفيق للرياضه المصريه ونشوفها في احسن حاله بعد الفاصل ان شاء الله. يكون معاكم مهندس عبد القيعي واستاذ ابراهيم منيسي وبرنامج ملك الكتاب. السلام عليكم.